الرياضي كنقدموا لكم من قناتكم شوف تيفي. اهلا بكم. اعلنت الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم اليوم الثلاثاء ان المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا بين الاهلي المصري والوداد البيضاوي غادي تقام يوم 28 اكتوبر الجاري بملعب برج العرب بالاسكندريه. واضافت الكونفدراليه ان مباراه الاياب غادي تقام يوم 4 نوفمبر المقبل بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيميا لإدارة مباراة الأهلي المصري والوداد البيضاوي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. غادي يفتقد نادي الاهلي المصري لخدمات متوسط ميدانه حسام عاشور في المباراه اللي غادي يتجمعوا بالوداد البيضاوي يوم السبت المقبل بملعب برج العرب بالاسكندريه برسم ذهاب نهائي عصبه ابطال افريقيا. وضع اللاعب الدولي السابق عادل الشاذلي سيرته الذاتيه لدى اداره الرجاء البيضاوي لشغل منصب مساعد المدرب الاسباني خوان كارلوس غاريدو بعد سماعه برغبه الاخير في جلب مساعد جديد عوض مساعده الحالي عادل الراضي. ونختم دائما بالقلعة الخضراء. ارتقى فريق الرجاء البيضاوي الى صدارة الترتيب بمجموع 11 نقطة في البطولة الوطنية الاحترافية من بعد ما فاز يوم امس الاثنين على ضيفه حسنية اكادير بهدفين لواحد في المباراة اللي جمعت بينهما على ارضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بدار البيضاء برسم منافسات الدورة الخامسة للبطولة الوطنية الاحترافية. نستمع لتصريحات اللاعبين. المجلس الرياضي انتهى. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.